دكتور فيدانت؟ نعم. إذا بتريد وقع ورق تخريج المدام بالا. راشمي؟ عنا موعد تانية اليوم؟ لا دكتور، للأسف ما عنا موعد تانية. تفضلي. دكتور فيدانت، تعال إذا بتريد. شوفي. تعال معي وأنت بتعرف. يلا. خلص رؤي، لا تخافي. شوفي، لوين أخذها؟ ما دخلت. يا أستاذ، ما بصير المريضة ما بتتحمل الحركة. شو عم تساوي؟ ما بصير تأخذها من عندنا. ما بدي مرتي تتعالج بهي المشفى أبداً. اسمع، خليني عالج المرة وبعدين بتأخذها وين ما بدك. يلا. شو اللي بيضمن لي إن تنجح بعلاجها طيب؟ أنت مو كنت بالسجن؟ ما بقدر أمن على مرتي بهي المشفى. خلص لا تخافي، اهدي. مرتك هلأ بخطر، ما بصير طالعه من عندنا. مو أحسن ما تموت بهالمشفى يلي صاحبه بيضل بالسجن؟ أنت الظاهر ما عم تفهم علي أبداً. فكر بحالة مرتك، إذا طلعت يمكن أنا تموت. أنا قلتلك ما بدي تضل بهي المشفى. ما رح خرجها أبداً إلا إذا صارت منيحة، فهمت؟ شو صار له؟ شو القصة دكتور؟ اللي فوراً مرتي شبهها. بعتذر، مرتك ماتت للأسف. لا شو اللي بيضمن لي إن تنجح بعلاجها طيب؟ أنت مو كنت بالسجن؟ ما بقدر أمن على مرتي بهي المشفى. أنا وثقت فيك أكثر من أي حدا يا بورفا، ومع هيك خسرت وانهرت وسمعتي اتدمرت. أنا انتهيت. حتى المريضة اليوم خسرت حياتها بسببك أنتي. معقولة تساوي فيني هيك شيء؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.